جولة في الصحافة حول العالم، إليكم أبرز عناوينها. وول ستريت جورنال تؤكد أن العقوبات الأمريكية تدفع إيران وطالبان إلى التقارب. ذا هيل تقول إن بايدن يبلغ بوتين بأن الولايات المتحدة سترد بشكل حاسم إذا غزت روسيا أوكرانيا. فورين بوليسي تحلل في تقرير لها الجيد والسيء والقبيح في عام بايدن الأول بالبيت الأبيض. في التفاصيل، تشوب العلاقات بين إيران وطالبان الكثير من التوترات والخلافات، سواء المتعلقة بالسياسات أو الأيديولوجيات، كما نشبت في السابق أعمال عنف بينهما. لكن يبدو أن العقوبات الأمريكية قد تدفع طهران وطالبان إلى تخفيف حدة التوتر، وهو ما أشارت إليه صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير تحت عنوان العقوبات الأمريكية تدفع إيران وطالبان للتقارب. قالت الصحيفة إن التوتر بين طهران وكابل تصاعد في السابق جراء عمليات تهريب المخدرات والتوترات الحدودية، وفي ظل الأزمات السابقة بين طالبان وإيران، إذ ساعدت طهران الولايات المتحدة في الإطاحة بطالبان قبل عقدين. بيد أن الصحيفة قالت إنه بعد 4 أشهر من استيلاء طالبان على السلطة في كابل، لا تزال إيران وأفغانستان تواجهان أوضاعا اقتصادية متردية في ظل العقوبات الأمريكية، مضيفة أن هذا الأمر قد يدفع إيران وطالبان إلى تنحية الخلافات الأيديولوجية والسياسية الطويلة جانبا، بينما يسعيان لملء الفراغ الذي خلفته القوات الأمريكية عقب الانسحاب من أفغانستان. ونقلت الصحيفة عن مسؤول في طالبان قوله إن الحركة تجاوزت خلافاتها السابقة مع إيران، إذ أكد أن طالبان ليس لديها مشكلة مع إيران أو أي دولة أخرى، بل تريد زيادة التجارة مع إيران وباكستان ودول آسيا الوسطى والعالم بأسره. وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم ذلك فإنه لا تزال هناك توترات كبيرة بين طالبان وإيران، خاصة الخلاف والصراع حول إمدادات المياه الشحيحة. كذلك تشكل الميليشيات المدعومة من إيران في أفغانستان تهديدا لطالبان، فضلا عن تزايد القلق في إيران من عبور تجار المخدرات الأفغان إلى الأراضي الإيرانية. وينضم إلينا من عمان السيد نبيل العتوم الخبير في الشأن الإيراني. يعني سيد نبيل، إلى أي مدى يمكن أن تتحسن العلاقات بين إيران وطالبان، أو على أقل تقدير تخف حدة التوتر بينهما؟ مساء الخير أستاذ حسن. يعني الإيرانيون يطمحون إلى تخفيف البيئة الصراعية مع طالبان، هم يعولون كثيرا على تطوير العلاقات الاقتصادية للالتفاف على العقوبات الأمريكية. كما تعلم الآن حجم الصادرات الإيرانية إلى أفغانستان وصلت في الفترات السابقة إلى أكثر من 2.9 مليار دولار، بمعدل يزيد عن 200 مليون دولار شهريا. 37% من مجمل الصادرات الموجودة في السوق الأفغاني هي تأتي من إيران. إيران تحاول أن تحقق عدد من المكاسب الاقتصادية مع أفغانستان عبر محاولة ربط أفغانستان مع ما يسمى بمبادرة الحزام والطريق، التي تربط ميناء تشابهار بالإيراني إلى أفغانستان وصولا إلى جمهوريات آسيا الوسطى والقوقاز، ويتحاول أن تفصل، دعني أسمي التقارب الباكستاني مع أفغانستان في المجال الاقتصادي، والربط الاقتصادي مع يكون ما بين إيران وأفغانستان والهند. لأن هذا يرتبط بطبيعة العلاقات ومحاولة إيجاد طهران لبيئة تعاونية مع الجانب الأفغاني. لكن كما تفضلت قبل قليل بالتقرير، هنالك مجموعة من العناصر البيئة الصراعية ما بين الطرفين، أولاها ما يتعلق بعودة الميليشيات، ما يسمى بميليشيا فاطميون الأفغانية الأصل، ومحاولة طهران سحب هذه الميليشيا من الأراضي السورية وإرسالها مجددا إلى طالبان. وكان هنالك عرض تقدم به الباسداران الحرس الثوري الإيراني إلى حركة طالبان
تحدثوا فيه عن ربما محاولة تزويد إيران لأسلحة لميليشيا فاطميين وتطوير قدراتهم العسكرية بهدف مواجهة الإرهاب من داعش والقاعدة ومحاولة مساعدة طالبان في هذا الأمر، لكن هذا الأمر تم بالرفض، لم يجد قبول، لم يجد أذن صاغية من طالبان، لأن ذلك لديه سوف يكون تبعات خطيرة على الوضع الداخلي الأفغاني وعلى التركيبة السكانية في أفغانستان. وبالتالي الإيرانيين يحاولوا أن يلتفوا على العقوبات الأمريكية من خلال إيجاد هذه البيئة التعاونية مع الجانب الأفغاني بكافة الوسائل والطرق. وهنا يطرح السؤال نفسه، الموقف الأمريكي كيف سيكون؟ يدعم الشقاق ويزيد الفجوة بين الجانبين أم يبارك التقارب بينهما في المرحلة المقبلة؟ سؤال مهم أستاذ حسن، هذا يرتبط بطبيعة دعني أسميه الوصول إلى نتائج فيما يتعلق بالجولة الثامنة من فيينا. الآن هنالك ربما الحديث عما يسمى باتفاق مؤقت ما بين الولايات المتحدة الأمريكية ومجموعة 5+1، بمعنى التجميد مقابل التجميد، أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتجميد العقوبات مقابل أن تقوم إيران بتجميد الإجراءات التصعيدية التي قامت بها، بدءا برفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60%، نصب أجهزة طرد مركزية جديدة من نوع IR-7 في منشآت فوردو، بالإضافة إلى تخفيض الكميات المتعلقة ب، لأنه إحنا اليوم نتحدث عن أكثر من 14 ضعف من كميات التخصيب اللي المسموح فيها إيران تجاوزتها، بالإضافة إلى مسارات عديدة متعلقة بالبرنامج الصاروخي والبرنامج البالستي، ودور إيران مزعزع للأمن والاستقرار. لكن بمزاة ذلك أنا بعتقد أنه التقارب الإيراني مع طالبان وتطبيع الاقتصادي بشكل أكبر، هذا يرتبط بهذه المفاوضات من ناحية وسعي إيران إلى تهدئة الملفات الإقليمية، لأنه في نهاية المطاف أستاذ حسن إحنا اليوم نتحدث عن دور إيران المزعزع للأمن والاستقرار عبر مداخل الأزمات الإقليمية والحريق الإقليمي. إيران تحاول أن توظف مداخل الأزمات الإقليمية في العراق، في سوريا، في اليمن، حتى في أفغانستان خدمة لمصالحها، ومحاولة في محاولة ابتزاز الدول الكبرى في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية لانتزاع أكبر قدر من التنازلات. وبالتالي أنا بعتقد أنه إذا حدث هنالك تقدم في مفاوضات فيينا، هذا سوف ينعكس إيجابا على إيجاد بيئة تعاونية وتبادل اقتصادي أكبر ما بين إيران وأفغانستان. وبالمناسبة أستاذ حسن، الإيرانيين يعتمدون كثيرا في تثبيت سعر الريال الإيراني على سوق هرات من ضمن أبرز الأسواق مثل سوق دبي وسوق السليمانية لتعزيز استقرار التومان الإيراني، وبالتالي هنالك حاجة كبيرة إيرانية لتعزيز بيئة تعاونية مع المحيط الإقليمي بمقدمة أفغانستان وأيضا دول مجلس التعاون الخليجي. يعني هنا أيضا يعني سيد نبيل يثور السؤال، أيهما يمكن أن ينتصر في نهاية الأمر، التناقضات بين الجانبين أم العوامل الاقتصادية والمصالح؟ في نهاية المطاف الاقتصاد هو الذي يقود السياسة، لأنه لا يوجد هنالك عدو دائم ولا صديق دائم، هنالك مصالح دائمة. ربما الحرس الثوري الإيراني وقيادة إسماعيل قاآني الذي كان مسؤول بفترة من الفترات عن الملف الأفغاني وملف الميليشيات التي قامت إيران بإنشائها في آسيا الوسطى والقوقاز عبر ما يعرف بأنصار الله، 4 قوات التي كانت تشرف على تدريب القوات هذه متعددة الجنسيات والجيوش الموازية التي قامت إيران بإنشائها في المنطقة ومن ضمنها أفغانستان، سوف يكون لديهم مصلحة في إحداث حالة من الاستقرار في نهاية الأمر، لأنه هذا سوف ينعكس إيجابيا على الوضع الاقتصادي في إيران. نحن الآن أستاذ حسن نتحدث عن ضرورة اقتصادية داخلية إيرانية لتعزيز البيئة التعاونية مع المحيط، وخصوصا إيران تشترك بجبرية جغرافية مع عدد من الدول من ضمنها أفغانستان. إحنا اليوم نتحدث إيران 40% من الشعب الإيراني تحت خط الفقر، 14 مليون إيراني يعانون من فقر غذائي غير مسبوق، نتحدث عن انهيار العملة الوطنية التومان، فقدت خلال السنة الماضية أكثر من 400% من قيمتها. أمام هذه المؤشرات وأمام هذه المعطيات، وفي ظل أيضا وجود ظروف دافعة لتفجر الوضع الداخلي الإيراني على وقع الاحتجاجات المستمرة والتي باتت تشكل يعني الصورة العامة للمشهد اليومي الإيراني، وبالتالي أنا بعتقد أن الإيرانيين بحاجة إلى تعزيز علاقاتهم الاقتصادية خصوصا مع دول الجوار الجغرافي، هذا من ناحية. نعم. يبدو أن هناك مشكلة في التواصل، انقطع التواصل مع سيد نبيل العتوم. دكتور نبيل العتوم الخبير في الشأن الإيراني، كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان، شكرا جزيلا لك.
ونواصل جولتنا في الصحافة ومتابعة لأبرز ما اهتمت به. واشنطن بوست تؤكد أن أوميكرون سيبدأ ذروته قريبا، مؤكدة أن الفيروس لا يمكن التنبؤ به مع دخول الوباء عامه الثالث. لوموند الفرنسية تقول إن ألمانيا ترغب في مساعدة فرنسا لدعم سيادة أوروبا. وول ستريت جورنال تؤكد خطط بنك المكسيك لإطلاق عملته الرقمية بحلول عام 2024. The Guardian تشير إلى أن الشركات تتسابق لوقف تدفق الألياف البلاستيكية الدقيقة في المحيطات. The Guardian أيضا تقول إن الألمان يتدفقون إلى بولندا لشراء الألعاب النارية في تحد للحظر. حظي الاتصال بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين باهتمام الصحف العالمية. صحيفة ذهل الأمريكية تناولت الموضوع في تقرير تحت عنوان بايدن يبلغ بوتين بأن الولايات المتحدة سترد بشكل حاسم إذا غزت روسيا أوكرانيا. الصحيفة قالت إن الرئيس بايدن حذر في مكالمته الثانية مع بوتين هذا الشهر من رد قوي للولايات المتحدة حال غزوه لأوكرانيا. وأضافت الصحيفة أن المكالمة الهاتفية بين بايدن وبوتين استمرت 50 دقيقة وتعد الثانية في غضون 3 أسابيع، مشيرة إلى أن بايدن وبوتين أكدا دعمهما المسار الدبلوماسي لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، خاصة مع تزايد التصعيد. الصفحة الأولى مستمرة معكم من قناة الغد ونتابع فيها بعد الفاصل. فورين بوليسي تؤكد أن الأقليات الدينية في الهند تتعرض للهجوم. أهلا بكم من جديد. نواصل الصفحة الأولى. في أول عام من رئاسته واجه الرئيس الأمريكي جو بايدن الكثير من التحديات، سواء داخل أمريكا مع زيادة إصابات كورونا أو خارجها مع تصاعد التصعيد مع روسيا والصين وإتمام الانسحاب من أفغانستان. مجلة فورين بوليسي أشارت إلى الموضوع في تقرير تحت عنوان الجيد والسيء والقبيح في عام بايدن الأول بالبيت الأبيض. المجلة قالت إن من غير الحكمة الحكم على رئاسة بايدن من أول عام له في البيت الأبيض، لكنها أضافت أنه يتعين تسليط الضوء على الفترة التي تزامنت مع فوزه بالانسحاب، خاصة أعمال عنف خارج مبنى الكونغرس في 20 يناير من قبل أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب الغاضبين من فوز بايدن. المجلة أضافت أنه في حال الرغبة في الحكم على عام بايدن الأول بالبيت الأبيض، يتعين ذكر الأشياء الجيدة والسيئة والقبيحة بعد عام بايدن الأول في المنصب، مضيفة أن الجانب الجيد لحكم بايدن يتمثل في عودة الولايات المتحدة إلى الساحة الدولية عقب حقبة ترامب التي أضرت بعلاقات أمريكا مع أوروبا والكثير من بلدان العالم. وأضافت الصحيفة أن الجانب السيء في عام بايدن الأول في الرئاسة يتمثل في عدم اتخاذ إدارته خطوات عملية على الصعيد الدولي في ظل الغموض الذي يكتنف ما سوف تقوم به إدارته في التعامل مع أكبر تحدياتها الاستراتيجية، لا سيما الصين، فضلا عن التوتر مع بعض حلفاء أمريكا مثل فرنسا التي جمدت لفترة وجيزة العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة بسبب أزمة صفقة الغواصات. وأضافت فورين بوليسي أن الجانب القبيح في عام بايدن الأول في الرئاسة كان الخروج والانسحاب المفاجئ من أفغانستان، والذي أسفر عن سقوط البلاد في أيادي حركة طالبان، بالإضافة إلى مقتل 13 جنديا أمريكيا عندما استهدف تفجير انتحاري نقطة تفتيش أمنية في مطار كابول بالتزامن مع الانسحاب الأمريكي. تواجه الحكومة الهندية الكثير من الانتقادات بعدما كشفت صحف عالمية عن تعرض الأقلية المسيحية وقبلها المسلمة لاضطهاد على يد متطرفين هندوس. مجلة فورين بوليسي تناولت الموضوع في تقرير تحت عنوان الأقليات الدينية في الهند تتعرض للهجوم. قالت المجلة إن الهند تشهد ارتفاعا في الهجمات ضد المسيحيين كجزء من موجة مفاجئة من التعصب والعنف ضد الأقليات الدينية،
مضيفة أن متطرفين هندوس قاموا بحرق دمن لبابا نويل وسط احتفالات عيد الميلاد، إذ زعم المتطرفون أن رجال الدين المسيحيين كانوا يستغلون هذا الأمر للتبشير بالمسيحية. وأضافت المجلة أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وحزبه بهارات جناتا القومي الهندوسي يتحملان بعض المسؤولية عن هذا الجو العدائي المتزايد ضد الأقليات، مشيرة إلى أنه في عيد الميلاد دعا النائب عن حزب بهارات جناتا للضغط من أجل وقف اعتناق الهندوس المسيحية والإسلام. وأشارت المجلة إلى أن مودي وحكومته وحزبه التزموا الصمت حيال الأمر، إذ لم تدن الحكومة الهندية خطاب الكراهية أو الهجمات ضد الأقليات، فيما لم يعلق مودي ولا وزير داخليته المسؤول عن الحفاظ على القانون والنظام، مضيفة أن حالة الصمت لا تتناسب مع ما تشهده الهند من ارتفاع في العنف ضد الأقليات. وقالت المجلة إن الهند كانت من أوائل البلدان الآسيوية التي دخلتها المسيحية، إذ إن المسيحيين فيها يمثلون واحدا من أكبر تجمعات المسيحية في القارة بعدد يناهز 30 مليونا، ورغم ذلك فهم يمثلون أقلية في الهند ذات مليار شخص أو نسمة، مضيفة أن الآونة الأخيرة شهدت تصاعدا في الهجمات ضد المسيحيين. اهتمت صحف العالم بعدد من الملفات والقضايا المختلفة، نتابع أبرز عناوينها. تشاينا ديلي تقول إن الصين تفرض عقوبات على 5 مسؤولين أمريكيين. لو فيغارو تؤكد أن بوريس جونسون يكافح للوفاء بوعوده بعد عام من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. أحوال التركية تقول إن أنقرة تبني سجونا بعمالة السجناء. واشنطن بوست تؤكد فقدان 100 المنازل في حرائق الغابات المفاجئة التي غذتها الرياح. The Guardian تشير إلى أن ألاسكا تسجل ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة في ديسمبر عند 19.4 درجة مئوية. منذ سقوط أفغانستان في أيدي حركة طالبان، تعرض الرئيس الأفغاني أشرف غني للكثير من الاتهامات بأنه تخلى عن بلاده في وقت حرج بسبب فراره قبيل استيلاء طالبان على السلطة. وفي أول مقابلة منذ فراره حاول غني الدفاع عن نفسه، وهو ما أشارت إليه صحيفة نيويورك تايمز في تقرير تحت عنوان الرئيس الأفغاني السابق يؤكد أنه هرب من بلاده لإنقاذ كابول. وقالت الصحيفة إن غني في المقابلة دافع عن قراره بالفرار من بلاده، بينما كانت حركة طالبان تبسط سيطرتها على العاصمة كابول، مضيفة أن غني ذكر أنه عندما استيقظ في 15 أغسطس لم يكن يتوقع أبدا أن يكون ذلك اليوم هو الأخير له في أفغانستان، مؤكدا أنه لم يتبين هذا المصير إلا عندما غادرت طائرته كابول. وأضافت الصحيفة أن غني ذكر مع بداية 15 أغسطس أن حركة طالبان كانت اتفقت على ألا تدخل كابول، مضيفا أنه بعد ساعتين فقط تغير الوضع على الأرض، إذ كان مسلحو طالبان يضيقون الخناق على العاصمة، وكانت احتمالية تدمير المدينة التي يقطنها نحو 5 ملايين نسمة عالية جدا. وأشارت الصحيفة إلى أن غني خلال المقابلة ذكر أنه وافق على أن تغادر زوجته ومستشاره للأمن القومي كابول، بينما انتظر هو سيارة لتقله إلى مقر وزارة الدفاع، مضيفا أن السيارة لم تأتي والذي أتى هو قائد الحرس الرئاسي وكان مذعورا، إذ أخبر غني أن الجميع سوف يقتل في حال أقدم غني على اتخاذ أي موقف. وقالت الصحيفة إنه على وقع هروب غني من أفغانستان تواترت في ذات الوقت شائعات بأن أشرف غني أخذ معه أموالا طائلة، مضيفة أن غني نفى ذلك بقوله إنه يريد التأكيد أنه لم يأخذ أي أموال خارج البلاد، مؤكدا أن نمط حياته معروف للجميع، وتساءل ماذا سيفعل بالمال؟ كانت جنوب أفريقيا مصدر قلق في العالم مع انتشار متحور أوميكرون، لكن يبدو أنها ترغب في توديع عام 2021 بخبر سار بتجاوزها الموجة الرابعة من الوباء.
صحيفة نيويورك تايمز تناولت الموضوع تحت عنوان جنوب أفريقيا تعلن تجاوزها الموجة الرابعة مع انخفاض الوفيات بشكل كبير. قالت الصحيفة إن حكومة جنوب أفريقيا أعلنت أن البيانات الواردة من وزارة الصحة تشير إلى أن البلاد تجاوزت ذروة الإصابات وتفشي متحور أوميكرون دون تسجيل ارتفاع كبير في الوفيات، مضيفة أن الإعلان يبعث على الأمل مع الحذر في كثير من بلدان العالم التي تشهد ارتفاعاً في إصابات أوميكرون. وأضافت الصحيفة أن السلطات في جنوب أفريقيا أفادت بأن السرعة التي ارتفعت بها الموجة الرابعة من الجائحة حتى بلغت ذروتها ثم تراجعت كانت مذهلة، مضيفة أن مسؤولي الصحة في جنوب أفريقيا أشاروا إلى أن الارتفاع في الوفيات جراء كورونا كان طفيفاً خلال الفترة الماضية إذ كان معدل الوفيات هامشياً. وأشارت الصحيفة إلى أنه على وقع الإعلان قررت جنوب أفريقيا إلغاء حظر التجول الليلي وتخفيف قيود الإغلاق، مضيفة أنه رغم حالة التفاؤل فإن جنوب أفريقيا أكدت استمرار قابلية متحور أوميكرون العالية لنقل الإصابة بين الأفراد. وقالت إن العديد من مسؤولي الصحة في دول أخرى مثل اسكتلندا وانجلترا أفادوا بأن عدوى أوميكرون تؤدي في كثير من الأحيان إلى مرض خفيف أكثر من المتغيرات السابقة لفيروس كورونا، ما يتسبب في عدد أقل من حالات دخول المستشفى. في ظل القيود الاجتماعية والخسائر الاقتصادية خلال عام 2021 بسبب وباء كورونا، تساؤلات حيال التهديدات التي تواجه النمو الاقتصادي العالمي خلال العام المقبل. صحيفة The Guardian حاولت الإجابة عن هذا التساؤل في تقرير تحت عنوان الاقتصادات والأسواق الكبيرة تسير بشكل جيد رغم كورونا، لكن العام المقبل يحمل بعض المخاطر. قالت الصحيفة مع اقتراب عام 2021 من نهايته لا تزال الأسواق المالية في حالة تذبذب، مؤكدة أن عام 2022 سيكون أكثر صعوبة مع استمرار وباء كورونا ومع إقدام الحكومات على سياسات نقدية ومالية فضفاضة، ما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم وسط إصرار محافظي البنوك المركزية على استمرار ارتفاع التضخم. وأضافت الصحيفة أن النمو الاقتصادي العام المقبل يواجه تحديات بخلاف جائحة كورونا تتمثل في ثلاثة تهديدات جيوسياسية. أول هذه التهديدات التوتر في شرق أوكرانيا، إذ إن التصعيد بين روسيا والغرب قد يؤدي إلى فرض عقوبات على روسيا، ما قد يفاقم أزمة نقص الطاقة في أوروبا. وأشارت الصحيفة إلى أن التهديد الثاني هو تزايد الحرب الباردة بين الصين والولايات المتحدة، فمع تزايد ضغوط بكين العسكرية على تايوان قد تشهد العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين انفصالاً، ما سيكون له عواقب تضخمية مع مرور الوقت ليس فقط على اقتصاد البلدين وإنما على الاقتصاد العالمي. قالت الصحيفة إن التهديد الجيوسياسي الثالث على الاقتصاد خلال العام المقبل يتمثل في وصول المفاوضات النووية بين إيران والقوى الكبرى إلى طريق مسدود واقتراب إيران من امتلاك قنبلة نووية، مضيفة أنه في هذه الحالة قد تفكر إسرائيل في شن ضربات ضد منشآت إيرانية نووية، ما سيؤدي إلى ركود تضخمي مرتبط بالنفط سيكون الأسوأ في المنطقة. إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام جولتنا مع الصحافة العالمية في الصفحة الأولى. إلى اللقاء.